وللحديث عن الفساد بإدارة السجون في العراق والانتهاكات المتواصلة ودلالات طلب الأمم المتحدة من حكومة السودان مشاركة لجان أممية مختصة في إدارة السجون الحكومية، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا الأستاذ ضياء الشمري. حياكم الله أستاذ ضياء. أهلا بك أستاذ ضياء. بداية، ما أهمية الطلب الأممي من وزارة العدل الحالية مشاركة لجان أممية مختصة في إدارة السجون الحكومية برأيك؟ هذا ليست أول طلب من المنظمات الحقوقية ومنظمات الأمم المتحدة بمطالبة الحكومة بالإشراف على ما يحدث في السجون العراقية، وإنما عدة طلبات قدمتها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بهذا الخصوص، لأنه ما يحدث في السجون العراقية حقيقة مسألة جردوا الإنسان من إنسانيته، وأصبح الابتزاز حتى في لقمة العيش الذي يأكلها السجين، يعني من أكل السجين. هذه هي هذه المشكلة، ليست فقط مشكلة الأكل والغذاء، وإنما مشكلة الأدوية. الأدوية أيضا لن يحصل عليها السجناء بمواعيدها المحددة، ولا حتى بعض الأدوية لا تتوفر لهم، ولا يوجد أطباء كافيين لعناية هذا العدد الكبير من السجون العراقية. المشكلة كبيرة بالوقت الحاضر، والحكومة العراقية تعلم هذا الشيء ولكن لا تحرك ساكن. نعم، إذن لا جديد في هذه الدعوة، دعوة الأمم المتحدة لمشاركة إدارة السجون. هذه يعني هذه المشاكل قاعد تطرحها على حكومة السوداني والحكومات السابقة أيضا بسوء معاملة السجناء في العراق، لا في منامهم ولا في أكلهم ولا في دوائهم ولا حتى في ملابسهم. وهذه كل المنظمات الحقوقية ومن ضمنها الأمم المتحدة أشرفت وزارة السجون وتكلمت على هذا الموضوع بخصوص ما يحدث في السجون العراقية. الحكومة العراقية يجب عليها أن تبادر، لأن هنالك ابتزاز من قبل الأحزاب السياسية الذي تحكم العراق بالوقت الحاضر، هي المستفاد الأول والأخير من السجناء الموجودين. يعني صار السجين هو يعني ابتزازه بهذا الموضوع، ويعتبروها مسألة تجارية، مسألة ربح وخسارة. يعني هم هذه المشكلة. المشكلة أنه السجون العراقية يعني ثلاثة أضعاف في السجون العراقية هي مضاعفة هذا العدد الكبير في السجون. لهذا السبب احنا نطالبهم انه اكو قضايا واكو مشاكل في السجون العراقية، يجب عليكم ان تراعي هذه المشكلة، وهذه المشكلة في السجون العراق في السجون في العراق عليكم ان تقلصوا هذه الاعداد، لانه قسم موجودين في السجون هم لم يجنوا اي ذنب، وانما هنالك احتجازات عشوائية واحتجازات من قبل الميليشيات. احنا نتكلم بالوقت الحاضر على السجون العراقية الذي يمكن الدخول إليها من قبل المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، ولكن هنالك سجون كثيرة لا يمكن الدخول إليها ولا نعرف حتى مواقعها. طيب، بعد هذه الدعوة من الأمم المتحدة، هل تملك الأمم المتحدة فعلا يعني أوراق ضغط لربما أو إلزام الحكومة العراقية للاستجابة لطلبات تحسين أوضاع السجناء في السجون العراقية؟ هي هذه لو تحدث في أي بلد آخر ممكن هناك يصير التزامات وهناك يصير عقوبات على الحكومة العراقية وحتى على السياسيين العراقيين. الحكومة العراقية ضاربة هذا كله عرض الحائط، لأن من يقف وراء الحكومة العراقية في الوقت الحاضر هم الأمريكان وإيران، وهي القوى المتنفذة في العراق. القوى المتنفذة في العراق هي تعيق أنه تحاسب الحكومة العراقية وبصيغة مباشرة من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المجتمع الدولي، ولكن هذا المشروع يجب على الدول التي تقيم
وإقامتها على العراق بالوقت الحاضر هي التي تعرقل المشاكل طيب التي تحدث في السجون العراقية. أستاذ ضياء، ما مصلحة الولايات المتحدة في عدم إلزام الحكومة العراقية بتحسين أوضاع السجناء وهي لربما تتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عما يجري في هذا السجون كونها داعم لهذه الحكومة كما تفضلت؟ الحكومة الأمريكية بالوقت الحاضر وما يجري وحتى الإيرانيين هم مرتاحين من هذه الوضعية، من وضعية هم اجوا بموضوع بمشروع تدمير العراق، دخولهم حتى في العراق، دخولهم بالعراق 2003 هو بمشروع كاذب ومشروع ليس له على أرض الواقع من حقيقة، وهذه الحقائق اللي موجودة بالوقت الحاضر على أرض الواقع هي لصالح الدول الاحتلال. العراق لحد الآن هو بلد تحت رعاية الدول المحتلة، والدول المحتلة هي إيران بالدرجة الأولى، والثانية هي المشرفة على القضايا الأمنية والقضية السياسية في العراق لتتفاوض مع الدولة الثانية هي إيران. وإحنا نعلم أنه إيران والولايات المتحدة هنالك عداء، وهذا العداء حقيقة بالأرض الواقع على العراق لا يوجد هذا العداء، وإنما يوجد اتفاق بتدمير المجتمع العراقي بالأكمل بهذه الصيغ الدنية. نعم، كما تعلم أيضا وزارة العدل يعني وكما ذكرنا جددت عقد إطعام المعتقلين مع شركات تم أو سبق لها أن ضبطت بملفات فساد، ما الذي يعني ذلك؟ هل أمنت وزارة العدل العقوبة وهي المناط بها تنفيذ العدل؟ هي وزارة العدل العراقية يعني كتبت وتحدثت عن الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق ولحقوق السجناء الموجودين بالعراق وتكلمت بهذا الموضوع، ولكن هل هي هذه من جانب ثاني تتكلم على الإساءة ومن جانب الثاني هي توافق على هذه العقود؟ يعني القضية متناقضة مع بعضها، يعني كيف تتكلمون على الموضوع أنه أكو هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وموضوع التغذية هو موضوع مهم، التغذية والأدوية وإلى آخره من رعاية للسجناء ومن ناحية الطبية والإشراف الطبيب هذا غير موجود، وأنتم تقولون هذا، وبالإضافة إلى هذا تثنون على تجديد العقود مع الشركات اللي هي هذه الشركات. أخي لو تراجع من هي هذه الشركات، هذه الشركات تابعة للأحزاب السياسية الموجودة في العراق. إذن برأيك أستاذ ضياء يعني ما هي أوراق الضغط التي من الممكن استخدامها ضد هذه الحكومة من أجل يعني تحسين أوضاع السجون ما دام الأمم المتحدة لم تستطع ذلك؟ هو لا يعني الأمم المتحدة هي تستطيع وعندها الإمكانية أنه ممكن تسوي برنامج معين لإجبار الحكومة على تحسين وضعية السجناء، وهذا البرنامج المعين يجب عليه هي تطالب الحكومة العراقية بإشراف دولي على السجون ورعاية السجون والدخول إلى السجون في أي وقت مثل بقية السجون الموجودة في العالم. احنا لا نريد أن يعني نقارن العراق بالدول الأوروبية، لا احنا نريد هذا، بس اكو هناك إنسانية الشخص، يعني الإنسان من يرتكب جرم بغض النظر ما هو يكون هذا الجرم لا يفقد الإنسانية، وإذا فقد الإنسانية داخل المعسكر أو داخل السجن الحكومي معناتها الحكومة هي غير إنسانية بطبيعة الحال، وهي تقوم بالجرائم ضد المعتقلين في السجون مالتها وتعذيب السجون وتعذيبهم من ناحية الأكل ومن ناحية وتعذيب الآخر، التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي، هذا كله يحدث في السجون العراقية، والولايات المتحدة لا يهمها هذا الأمر حقيقة. الولايات المتحدة لا يهمها هذا الأمر على الإطلاق، لأن هم أتوا بمشروع لتدمير البنية التحتية والمجتمع العراقي بالأكمل ومستمرين بهذا التدمير. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر، ضيفنا من فيينا عبر الهاتف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا الأستاذ ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.